دار خطوط وظلال هي دار كتهتم بالمجالات الفنون التشكيلية والدراسات اللغوية والنقدية وغيرها من الكتب السينما والفلسفة، وتهتم أيضا بالكتاب المغاربة، رغم أن الدار دار النشر هي أردنية إلا أنها تهتم بالكتاب المغاربة. عندنا أكثر من 60 كاتب مغربي. وبالنسبة للمشاركة ديالنا، احنا كانت أول مشاركة في الرباط السنة اللي فاتت والسنة هذه. اللي لاحظناه هو ان واحد التنظيم، كاين واحد التنظيم اللي هو مزيان، وكاين واحد الاقبال وواحد الرواج، رغم ان الفتره ديال المعارض جات في واحد الوقت اللي هي امتحانات ديال البكالوريا، امتحانات ديال الجامعه. رغم هذا ما كيمنعش ان المغاربه يحضروا، والحمد لله يعني كاين واحد الرواج، وفي نفس الوقت كاين اثمنه مخفضه. بالنسبه لدار خطوط وظلال، فهي حاولت هذه السنه هذه ان تعمل تخفيض اكثر من السنه اللي كان عندنا السنه اللي فاتت، وهذا يعني بخصوص اقبال المغاربه عليها بكثره، لا الكتاب ولا القراء، لان عندنا اكثر من 60 كاتب مغربي واكثر 140 عمل للمغاربه، فهذا كيجعلنا اننا نخفضوا الاثمنه باش يكون واحد الاقبال كثار وواحد الرواج. احنا سعداء بالمشاركه في المعرض، وكمان يعتبر نقله كبيره جدا انتقال المعرض للرباط. هنا بصراحه اكثر تنظيما ولدور النشر كلهم، وبيجينا مجموعه من القراء ما كناش بنشوفهم في كازابلانكا في الدورات القديمه يعني. وحضرتك احنا بنشارك هذا العام ب 60 اصدار جديد 2023، وكان عندنا ثلاث اعمال في جائزه البوكر هذا العام في اللونج ليست والشورت ليست. وحضرتك دار العين فازت هذا العام بجائزه الشيخ زايد فرع النشر والتنميه. وتتنوع دار العين في إصداراتها بين الكتب الأدبية والكتب العلمية والكتب الفكرية، وعندنا الكتاب المغاربة أحدث إصدارات للدكتور محمد مشبال، وكان عندنا العام السابق رواية بيتنا الكبير للأستاذة ربيعة ريحان اللي كانت في اللونج ليست جائزة البوكا العربية، وكان عندنا رواية ليل طنجة لمحمد سعيد أجوج، ده كاتب مغربي وكان فائز بجائزة إسماعيل فهد إسماعيل. واحنا بنبقى سعداء بالمشاركه في المعرض بتنوع الثقافه المغربيه للقارئ المغربي، وبيهتم بالكتب الادبيه والكتب المترجمه والكتب الفكريه. وحضرتك يتميز القارئ المغربي بتنوع ثقافته، في اللي بيقرا كتب ادبيه، كتب مترجمه، كتب فكريه، كتب فلسفه، يعني مفيش توجه لحاجه معينه. فحضرتك القارئ متنوع يعني باهتماماته يعني. أسعار الكتب في الأوان الأخيرة مرتفعة شوية بسبب ارتفاع تكلفة الكتاب أو كده، بس احنا بنعمل دار العين عاملة خصم 50% لتشجيع القارئ المغربي أو في جميع الوطن العربي يعني. طبعا المشاركة ديالنا هذه ماشي أول وحدة، هذه ثاني مرة، وتصادفت بأن الدورة اللي فاتت وهذه في الرباط كانت مشاركة ناجحة. بناء عليه كان اهتمام خاص من الدكتورة سعاد الصباح شخصيا أن تكون مشاركة ثانية في المملكة المغربية، اللي تنشكروها على الاهتمام ديالها، سواء الحكومة المغربية ولا الشعب المغربي، القارئ المغربي خصوصا على اهتمامه بالدار وبمنشورة الدار. طبعا دار سعاد الصباح للنشر غني عن التعريف، باعتبار أنها تجمع المنشورات ومجموعة من الطبوعات من كل فن طرب، وعندنا اهتمام خاص من العنصر النسوي اللي هو تهتم أكثر بالجانب الشعري، باعتبار أن الدكتورة سعاد شاعرة ومؤلفة وأديبة معروفة على الصعيد غني على التعريف، سواء على الصعيد الوطني العربي أو الدولي. أسعار بالنسبة صراحة كاين اهتمام خاص من الدكتورة أن القارئ تتوفر القارئ العربي والمغربي خاصة الفرصة أنه يقرأ ويطالع على جميع المطبوعات، وبالتالي تنقدم أسعار خاصة وتخفيضات خاصة اللي في تناول الجميع، ونظرا طبعا للاهتمام والإقبال الكبير اللي تلقيوه من طرف القارئ العربي والمغربي خاصة، فتنظن أن الأسعار في متناول الجميع، وأكيد مرحبا بالجميع عندنا في الجناح. هذه أول مشاركة لنا في معرض الرباط الدولي. صراحة نشكر القائمين على المعرض، ونشكر الجمهور المغربي اللي مهتمين بقراءة الكتاب، واحنا شاركنا بكتب منوعة، تطوير ذات، كتب دينية، وما شاء الله تبارك الله يعني عندهم شغف كبير لقراءة الكتاب. لا بصراحة احنا الأسعار تختلف من دولة لدولة، زي مثلا المغرب، مصر، الجزائر، تونس، ما راح تبيعها زي مثلا دول الخليج، راح يكون في تخفيض في الأسعار.
30% 40%، عشان كذا الناس راح تشتري الأسعار القديمة، ما راح تشتري. الاهتمام الزوار أكثر شيء بالكتب الدينية، مثلا مجموعة ابن تيمية، عندك كتب زاد اللي هو أحوام المصطفى، كيف عملهم، أمان القلوب، أيضا فيه إقبال لهم على طالس الدكتور سامي المغلوث اللي هو سيرة الرسول والأنبياء والرسل، أطلس الحج والعمرة، أيضا روبرت جرين، قوانين الطبيعة البشرية، القوانين اليومية، الإتقان، كيف تمسك في زمام القوة. احنا دي السنة السادسة على التوالي بنشترك في دار في المعرض الكتاب الدولي بالمغرب، وفي الرباط في السنة الثانية على التوالي. الحمد لله المعرض من أهم المعارض بالنسبة لنا في الوطن العربي، خصوصا ان القارئ المغربي بقى متفتح جدا، وعايز خصوصا في المجال بتاعنا في المجال الصيني، عايز يعرف اكتر عن الصين، عن الثقافة الصينية، عن الاقتصاد الصيني، وده الحمد لله تخصصنا. دي السنة الثانية في الرباط. لا الحمد لله السنه دي من سنه يعني دوره كويسه جدا ما شاء الله. ده اليوم الثالث على ده اليوم الثالث في الدوره ديت، ما شاء الله الجمهور النهارده بكثافه، وان شاء الله نامل ان ينجح المعرض ويكمل بنفس الكثافه دي للاخر. الاسعار الحمد لله احنا بنبقى حريصين جدا على ان الاسعار تكون في 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 هنقول في المستوى المتوسط، ان لان احنا عندنا اكتر من نوعية كتب، عندنا للأطفال، عندنا الكبار، عندنا لتعليم اللغة الصينية، فالحمد لله عندنا أكتر من كتاب يناسب كل عندنا أكتر من كتاب يناسب كل الأعمار سواء الأطفال أو الكبار.